من وقت مش بعيد كنا عملنا جوين للويت ليست وحصلنا على اكسس للجوجل بارت، وسريعا دلوقتي كده هنجرب كام حاجه فيه وهنعمل فيديو ان شاء الله كامل نجربه بالتفصيل ونقول ايه الحاجات اللي ممكن تعملها بجوجل بارت. زي ما احنا شايفين كده بارت واكسبيرمنت، يعني هو في فتره تجريبيه فاكيد مش هنتوقع كتير منه، ولكن اكيد هنشوف منه اداء برضو او بعض المميزات. في الاول زي ما احنا شايفين اليوزر انترفيس بسيط جدا، عندك كده هنا فوق اسم البرنامج وعندك المين مينيو، دي بارد اكتيفيتي، ده بيوضح لك الاستخدامات السابقه اللي انت عملتها، وده شيء لطيف جدا، بيقول لك البرومبت اللي انت طلبته قبل كده لكن ما بيديلكش الاجابات اللي انت عملتها، على عكس شات جي بي تي في اوبن اي اي بيديلك اكسس وبيعرفك ايه الحاجات اللي انت عملتها قبل كده لو عايز تروح تكمل على الكونفرزيشن، فدي فرق كده لطيف. زي ما احنا شايفين هنا شات جي بي تي اللي هو موجود في اوبن اي اي عندي اكسس على كل الحاجات اللي انا عملتها قبل كده في المودلز المختلفه، واحنا معانا اكسس على الجي بي تي 4 فقريب جدا ان شاء الله هيكون في فيديوهات، لو الفيديو ده كان موجود هسيبه لك لو حابب تتفرج عليه. المهم وعندنا بعض الحاجات التانيه اللي مش مهمه قوي هنا، فخلونا ندخل على طول ونجربه. اول حاجه خليني اقول له اديني تفاصيل عنك انت كجوجل بارد، بس قبل ما نعمل ده انا عايز اعرف اصلا هو شغال باللغه العربيه ولا لا. فما هو جوجل بارد؟ هكتبها له باللغه العربيه، خلينا نشوف كده بيكتب عربي ولا لا. زي ما احنا ملاحظين بدا يديني الانيميشن اللطيف ده ان هو بيكتب، وعلى عكس شات جي بي تي اللي لو سالته وات از موتيفيشن مثلا او اي حاجه هلاقي ان هو بيكتب وبيوريني ان هو بيكتب، مش بيفكر شويه بعد كده بيديني اجابات، فده اختلاف. انا سالته ايه هو جوجل بارد فرد عليا بجوجل كولد ستورج، انا ما اعرفش ايه جوجل كولد ستورج دي فما ردش عليا باللغه العربيه. فتعالوا كده نساله تاني وات از جوجل بارد، هل هيخرف المره دي ولا هو عشان ما فهمش مثلا؟ طيب جوجل بارد هو كذا 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 اللي هو اي اي، يعني بيقدر ان هو يكومينيكيت او يتواصل مع البشر بطريقه تشبه الكلام او الطريقه اللي البشر بيتواصلوا بيها، فده كويس. في بقى ميزه مختلفه عن شات جي بي تي في اوبن اي اي وكمان في بينج، لو دوست هنا فيو اذر درافت هلاقي ان هو كتب لي اكتر من حاجه وبيقدر ان انا او اقدر ان انا سويتش ما بينهم واخد الطريقه الافضل، فهو نفس الموضوع او نفس البرومبت عمله لي باكتر من شكل علشان اخد انا المناسب ليا في الاخر. وزي ما احنا ملاحظين تحت عندي لايك عشان يعرف ان الاجابه دي كانت كويسه فيتعلم، وعندي ديسلايك ان الاجابه دي ما كانتش كويسه وبيطلب مني فيدباك علشان يعرف هو بعد كده يتطور ويتحسن. ولو عايز اطلب منه ريسبونس ثانيه بدوس على العلامه دي فبيبدا ان هو يكتب لي من تاني حاجه مشابهه. وطبعا عندي جوجلت لو انا الاجابه يعني اللي طلعت ما كانتش افضل حاجه فبيطلع لي سيرش ريزلت، لو دوست عليها هيوديني على جوجل. طبعا انا مش عارف ايه جوجل كولد دي اللي هي كان اجابها في الاول، لكن لو عملت كده تحت هلاقي جوجل بارد عادي خالص، اقدر ان انا اروح على جوجل واشوف كده السيرش. طيب دلوقتي انا عايز اجرب تاني موضوع العربي ده، فهقول له وات از جوجل بارد رايت ذا انسر ان ذا Arabic لانجوج، عايز اشوف هل هو شغال باللغه العربيه برضو ولا لا. هو في الاول ما فهمش العربي ده فمعرفش تحت هيعمل ايه او هيقول ايه. طيب بيقول لي as a large language model I'm trained to understand respond كذا كذا بلغات معينة، وفي الوقت الحالي اللغة العربية مش لغة مدعومة، فللأسف بارد مش شغال باللغة العربية. طبعا لو هنا سألنا open AI ما هو التحفيز باللغة العربية هيفهم عادي خالص ويرد، ولو سألته what is motivation طبعا هو بيرد بالعربي أبطأ بكتير فللأسف مقارنة بالإنجليزي، وهقول له مثلا what is motivation answer in Arabic language او AR مثلا، هدوس هنا stop generating عشان يوقف ده. فزي ما انت شايف هتلاقي هو بدأ يعمل ده، يعني هو بيفهم الانجليزي ويقدر يرد بالعربي وبالانجليزي عادي خالص على عكس جوجل بارد. طب تعالوا كده نجرب في كتابة المحتوى مثلا نستفيد من جوجل بارد، فهقول له write me a blog outline about virtual reality applications in business، تطبيقات الواقع الافتراضي، وهقول له virtual reality and artificial intelligence applications in business، ال VR وال AI اللي هم الموضوعين الاساسيين اللي احنا بنتكلم عنهم على القناه هنا وتطبيقاتهم في البيزنس او العمل. زي ما احنا شايفين عمال بيفكر وبدا ان هو يكتب. انا عايز اعمل برضو نفس الحاجه كده في اوبن اي اي، عايز اشوف برضو السرعه عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين لما بتكون على الخطه المدفوعه بتقدر ان انت تختار الموديل اللي انت تشتغل بيه، فخلينا نختار كده الجي بي تي 4. طبعا زي ما احنا شايفين بدا يكتب على طول فهو سريع، وجوجل بارد برضو مش بطيء فبدا يكتب لي. خلينا نبص كده الفي ار ده والاي اي هما يعني تكنولوجيز جديدة أو تقنيات جديدة في العالم الحديث وليهم تطبيقات مميزة، والفي ار هو كذا بقى يعرفوا لي والاي اي عرفه برضه وبدأ ان هو يدي شوية تفاصيل. بعد كده قال بقى الفي ار والاي اي مع بعض في يعني حاجات أو يعني في مراحل متقدمة للتكنولوجي دي، وبعد كده بدأ يقول لي بقى تطبيقات للفي ار في البيزنس ده لوحده، التدريب، التعليم، الترفيه، وذكر لي بعض أسماء البرامج اللي موجودة بالفعل فده كويس جدا،
واخيرا التسويق. بعد كده ارتفيشال انتليجنس ان بزنس، الذكاء الاصطناعي في البيزنس، فبدا ان هو برضو يكتب لي بعض التطبيقات. طيب ليه بقى ما دمكش، خلونا كده نشوف تحت في ار اند اي كذا كذا كذا، ما دمكش الاثنين مع بعض لحد دلوقتي واتكلم عن كل تقنيه لوحدها؟ طيب انا عايز اعرف برضو هل هو عنده ذاكره؟ يعني انا هنا شات جي بي تي مازال بيكتب اهو وكتب حاجات كتيره جدا ما شاء الله، عايز اشوف برضو هل عمل اوكي. ده بقى الجميل هنا اللي عمل اوبن اي اي على عكس بورد، دمج الاي اي والفي ار مع بعض، يعني قال هنا الفي ار والاي اي مع بعض في التدريب، في التعليم، في الفيدباك واناليسيس. ما اعرفش ده ممكن استفاد منه في ايه، او يعني مش تطبيق محدد بس مش مشكله. وحاجات تانية، فده جميل حلو، دمج الاثنين مع بعض، ما يعني ما سابش الموضوع عايم شويه زي بارد. يمكن انا هناك محتاج ادي له برومبت يكون تفصيلي اكتر، مش عارف بصراحه. طب خلونا كده نعرف هل بارد عنده ذاكره، يعني انا اوبن اي اي لو سالته حاجه وفقا للي انا سالته عليه من شويه هيفهم وهيتعامل. هل بارد عنده نفس القصه؟ فتعالوا كده نقول له write a يوتيوب فيديو سكريبت based on the outline. بقول له اكتب لي يوتيوب فيديو سكريبت وفقا للاوتلاين اللي انت عملته لي ده. فهل هيعمل ده عادي ولا؟ طيب عمل ده فعلا، فحط العنوان واداني تايتل كمان ذا فيوتشر از ناو، وبدا ان هو يكتب السكريبت دي مقدمه، وبعد كده بدا يخش في كل حاجه، بس ما دخلش في يعني ما كتبش اكني بقرا حاجه او مش عارف، يعني حاسسها قريبه جدا من الاوتلاين، يمكن يعني تقريبا نفس الحاجه. لو بصينا على اوبن اي اي بقى هلاقي ان هو هنا بدا يكتب بالتفصيل، ده الانترو بعد كده، او هنا دي مقدمه الفيديو بشكل عام، دي مقدمه المحتوى نفسه. بعد كده بدا يتكلم عن فيرتشوال رياليتي في البيزنس، مسك اول فكره وبدا يكتب حاجه حلو. يعني في الاول هو كتب اوتلاين فقط بدون تفاصيل زي ما انا طلبت منه، بعد كده بدا يكتب وكاني بقرا سكريبت وبتكلم قدام كاميرا، فده كويس. وطبعا في السرعه يعني زي ما احنا لاحظنا برضه سريع، واوبن اي اي برضه سريع، بينج يمكن بطيء شويه. فتعالوا كده برضه نجرب، لو انا رحت على بينج وطلبت منه نفس الحاجه، طبعا زي ما احنا ملاحظين الاكسس بتاع بينج على الاقل اسرع كتير، يعني انا بروح اكتب عادي في السيرش فهو بيطلع لي البينج هنا وبيكتب، او ممكن ادوس على علامه الديسكفر اللي فوق دي واستخدم الشات هنا، او استخدم اللي هي الكومبوز دي. فزي ما احنا شايفين بدا يكتب، بس انا من تجربتي معاه بصراحه بحس بياخد وقت، يعني في شات هنا مثلا لو جيت سالته سؤال write a youtube video script based on the outline، وفقا للاوتلاين اللي فات ده اكتب لي يوتيوب فيديو سكريبت. فزي ما احنا ملاحظين او لا يعني مش عارف هم سرعوه ولا لا، بس انا في الاول كنت بحس ان هو بطيء بصراحه، يمكن عشان كان اللود عليه كبير، لانه من قريب مايكروسوفت مثلا اعلنوا انه كان في 100 مليون مستخدم في اليوم الواحد شغال على بينج بعد ما ضافوا خاصيه الشات جي بي تي، فكويس جدا بصراحه ليهم. فزي ما احنا شايفين كتب معايا عادي خالص، وطبعا شغال بالجي بي تي 4 بكل مميزاته وقوته. والجميل بصراحه عندي في بينج هنا مقارنه ببرد على الاقل، او هنشوف دلوقتي الخاصيه دي موجوده في برد ولا لا، وهي انه حط لي مصادر، قال لي انا بص انا جبت لك المعلومات دي وحط لي مصادر تحت، انا ممكن اروح اشوف المصادر دي. والاجمل كمان انه يعني كنا اتكلمنا عن الخاصيه دي قبل كده، ديسكفر دي هنا، انا ممكن ابقى على مقال معين واقول له summarize this article for me، تمام؟ فهو هيبص على الصفحه اللي انا فيها وهيلخصها لي عادي خالص. زي ما احنا شايفين هو ده اللي عمله دلوقتي، هو بيتكلم انه هذا المقال بيتكلم عن في ار وكده. طب بارد بقى هل يقدر يديني برضو مصادر ولا لا؟ مش عارف، هساله كده give me the resources or links that you used in the latest outcomes مثلا. اديني المصادر اللي انت استخدمتها في اخر يعني حاجات انت كتبتها لي، هل هيعمل ده ولا لا؟ انا مش عارف. طيب هو بيقول لي ان انا بكتب تكست بس مش هقدر ادي لك مصادر، بس انا يعني في وقت من الاوقات شفت بعض الناس بتتكلم انه برضه ممكن يدي مصادر بس بشكل معين، ما بيعملش ده بشكل تلقائي. طيب تعالوا كده نطلب منه نفس يعني موضوع تاني، اقول له what is AI give me resources and links you use to get your information، اديني المصادر اللي انت جبت منها المعلومات اللي انت هتكتب وفقا ليها. بيقول لي ما اقدرش اساعدك في ده. طيب خلينا كده نساله وات از اي اي فقط، يعني انا بسالك ايه هو الاي اي، هل ممكن في مره من المرات مثلا يديني مصادر ولا لا؟ مش عارف، ما ادانيش مصادر، يعني هو بيديني الكلام ومش مش مش مهم المصادر. طبعا زي ما احنا ملاحظين بينج لا، لو جيت سالته قلت له وات از اي اي او ايه هو الارتفيشال انتليجنس هيديني مصادر، وده حلو جدا. زي ما احنا شايفين كتب وفي الاخر قال لي والله بص ادي مصادر، وكل جمله بيكتبها بيقول لي المصادر بتاعتها،
ومن تجربه قبل كده انه لو ما ادالكش المصادر جوجل سوري بينج لو ما ادالكش مصادر وجيت تساله هيجيب لك اللينكات. يعني انا في مره طلبت منه يكتب سكريبت يوتيوب كان طويل جدا جدا، كتبه وما حطش المصادر، حط لي ارقامه خلاص وما حطش اللينكات. فطلبت منه قائمه اللينكات بالترتيب، راح بعتهم لي، كان تقريبا 17 مصدر او حاجه، كان رقم كبير نسبيا. فده بصراحه حلو جدا وقوي جدا، فدي ميزه لشات جي بي تي في بينج على بارد. وطبعا زي ما احنا يعني اللي متابع الاي اي او الاخبار بتاعت الاي اي، شات جي بي تي الجي بي تي 4 دلوقتي عنده اكسس على الانترنت. هنجرب ده ان شاء الله، لكن على حد علمي لازم انستول البلجن، فانا عملت ان انا جوين الويت ليست لك لسه ما تردش عليا. فاول ما ان شاء الله ده يكون متاح هنعمل فيديو عن الموضوع ده، فاتاكد انت تشترك في القناه عشان باذن الله يوصلك الموضوع ده. طيب علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، انا كنت حابب ان احنا سريعا نقول الخبر انه برضه بقى متاح وتقدر ان انت جوين الويت ليست. فانت كل اللي انت محتاج تعمله عشان تستخدمه هتخش على اللينك اللي هكتبه لك تحت في الوصف bard.google.com، وهتجوين عادي او تلوجن بالجيميل اكونت بتاعك، بس اتاكد ان انت داخل بفي بي ان، بس انت مش هتحتاج رقم تليفون من بره زي اوبن اي اي مثلا، فالموضوع اسهل. وهتعمل جوين لويت ليست، المفروض ان هو بعد شويه يبعت لك ايميل يقول لك الاكسس شغال. انا شخصيا خد مني موضوع يومين او ثلاثه واشتغل معايا عادي خالص، وبدات ان انا اجربه. فانا كنت الهدف من الفيديو ده ان احنا نقول الخبر وفي نفس الوقت نجرب كده سريعا بعض الحاجات، لكن ان شاء الله هنعمل فيديو نجرب فيه حاجات بالتفصيل ونديب دايف في جوجل بارد ونشوف ممكن نستفيد منه ازاي ونستخدمه في ايه. هل ممكن نستخدمه في المحتوى، كتابه حاجات تسويقيه وحاجات تانية كتير. فلو انت مهتم انك تشوف ده يا ريت انك تشترك في القناه وتتاكد ان انت تفعل الجرس عشان الفيديو ده لما ينزل ان شاء الله تكون اول حد تتفرج عليه. وطبعا لو المحتوى بتاعنا بيعجبك ارجو جدا انك تعمل لايك وتشيره مع اصحابك لو حد ممكن يستفيد من ده. دي قناه ايبرينرز وانا حسام الدين حسن، والقناه هنا احنا بنتكلم عن التكنولوجي بشكل عام وتحديدا الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وازاي ان احنا نستفيد منهم في حياتنا. فلو انت مهتم بالموضوعات دي هتشرف جدا بمتابعتك، ولو كان عندك اي اسئله اكتبها لي تحت في التعليقات.